ضعف الإخلاص. الجهل بالله عز وجل وبدينه وبشرعه هو الهوى. جلساء السوء وعلماء السوء، بعد جلساء السوء الدنيا. أو كانت تلك الفتنة امرأة، أو كانت تلك الفتنة رتبة، الدنيا والنساء. فساد الدين يأتي عن عدم اتباع سنة المرسلين. فساد الدين صادر عن التقليد، تقليد الرجال، والبعد عن العلم. فساد الدين صادر عن الاستحسان في الدين أيضا. هذه سبل فساد الدين، هذه سبل فساد الدين، هذه سبل فساد الدين.